بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر بالفقيه، وفي درس اليوم بنتكلم عن التنقل ما بين المشاهد في اليونيتي. وقبل أن نبدأ، أول شيء حاب أشكركم على 500 مشترك، شكرا شكرا شكرا. وثاني شيء كل عام وانتم بخير وشهركم مبارك، والله يعيننا ويعينكم على الصيام والقيام. نرجع للدرس. النتيجة النهائية هذه بتكون المشهد الأول مكعبات نضغط عليه ودينا عند سفيرز، والمشهد الثاني نضغط عليه رجعنا لكيوبس. مشهدين، مشهد فيه مكعبات ومشهد فيه كرات، عندنا زرين، في كل مشهد فيه زر واحد ينقلنا للمشهد الثاني. عشان نبدأ، أول شيء عندنا هنا الكانفاس اللي فيها الزر. إذا ما تعرفون كيف تستخدمون اليو آي والواجهة في اليونيتي، بحط رابط في الديسكريبشن لدرس الواجهات اللي سويته. وعندنا هنا جيم اوبجكت اسمه مانجر، ما في غير السكريبت هذا، وهذا السكريبت لسه ما في اي شيء. فعشان نستخدم الداله اللي تنقلنا للمشاهد الثانيه، نستدعي مكتبه السين مانجمنت يوزنج يونيتي انجن دوت سين مانجمنت. عشان نجرب نكتب سين مانجر دوت لود سين. عندنا طريقتين عشان نستدعي المشاهد. اول طريقة نكتب اسم المشهد على طول من نوع string او ترتيبها، نبدأ بالصفر او واحد او اثنين على حسب ترتيب المشهد. عشان نعرف ترتيب المشاهد نروح عند file build settings، وزي ما تشوفوا عندنا المشاهد اللي موجودة هنا، ما عندنا غير مشهد واحد اللي هو كيوبس اللي نحن فاتحينه. عشان نضيف مشهد ثاني نروح مجلد سينز ونسحب المشهد الثاني سفيرز. زي ما تشوفوا هنا عندنا صفر واحد اللي هو ترتيب المشاهد، صفر واحد، ولو ضفنا واحد بعده بيكون اثنين. وعلى اليسار عندنا اسم المشهد. فعشان نتنقل الى مشهد ثاني نقدر يا نكتب اسم المشهد او رقم المشهد بالترتيب. فعشان ما نلخبط نكتب اسم المشهد، مثلا نكتب كيوبس اللي هو المشهد الحالي، او سفيرز المشهد الثاني. وعشان ما نلخبط نفسنا كل مرة نغير من هنا، نسوي دالة public void نسميها go to scene، يعني روح للمشهد. وهنا نضيف لها string نسميه scene name اسم المشهد. بعدين نكتب scene manager dot load scene اسم المشهد. بكل بساطة نرجع لليونيتي. طبعا هذه الخطوة تعتبر خطوة مهمة جدا عشان تتنقل ما بين المشاهد، لأنه لو ما كان المشهد موجود هنا، بس موجود داخل البرنامج ولكن مو موجود عند البيلد سيتنجز، لأنه هنا مكتوب scenes in build، يعني السينز أو المشاهد اللي بتكون موجودة في اللعبة النهائية، إذا ما كانت موجودة هنا اللعبة ما تقدر تستدعيها عشان تتنقل لسين ثاني. فتذكروا هذه الخطوة. نرجع داخل اللعبة، نروح عند canvas button الزر هذا، مكتوب on click. on click هذه event، إذا ضغط على الزر إيش يصير. فنضيف إيش ال game object المانجر هذا، إيش الفانكشن اللي تستدعيها لما ينضغط. نقول له scene loader script اللي هو اسم script اللي كتبناه. بعدين go to scene، إيش اسم المشهد اللي بنروح له. spheres اللي هو هذا المشهد. نسوي save ونجرب نشغل اللعبة. نضغط عليه ودانا المشهد الثاني، ولكن ما نقدر نرجع للمشهد اللي كنا فيه. اوكي، عشان نخلي المشهد الثاني برضه ينادي هذا المشهد، اول شيء نسوي رايت كليك كوبي للمانجر، نروح نسفيرز اللي هو المشهد الثاني، رايت كليك بيست. وبعدين نعيد نفس الخطوات، نروح عند كانفاس باتن، ننزل تحت ونضيف اون كليك ايفنت، ونسحب المانجر لين هنا ونفتح سكريبتنا سين لودر سكريبت، نستدعي منه جو تو سين ونكتب كيوبس اللي هو المشهد اللي قبل. نسوي سيف نشغل اللعبة. زي ما شفتوا ودانا هنا وهذا ودانا هنا، ونتنقل ما بين المشاهد بكيفنا.
وهذه نهاية درسنا اليوم، إن شاء الله يكون درس مفيد وخفيف عليكم. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه في الكومنتس تحت. كان معكم عمر بالفقيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.